كان احسن مساجين في العالم كله يا فندم. لكن حسن اطيبهم يا هاني. طيب يرضيك يا سعاده المدير ان شاب طيب وغلبان زيه يترمي في السجن. لا طبعا يا هانم ما يرضينيش. لو اخوك قتل نص البلد يا هانم، نص البلد، لا يمكن ادخله السجن. عارفه ليه يا هانم؟ ليه سعادتك؟ لانه ايه؟ لانه مال لا بيقاس ولا حسن بطل لعبتنا الكبير. مستحيل حسن بطل لعبتنا الكبيرة. طيب يرضيك يا سعادة المدير أرملة حسيني سعيد يعني بتتكلم على اي حد الا مدير السجن يخافوا اساسا يجيبوا سيرته.
انا انصح ان الزياره تكون يوم الخميس بعد صلاه المغرب. ليه يا باشا؟ التحصيلات اللي عندنا بتقول ان الشارع ده بيمر فيه 3 أشخاص ونصف ساعه، يعني الشارع هيبقى بص يا هانم، الشارع هيبقى بص. انا شايف ان ده وقت المناسب اللي هتكون فيه. وانا شايفه بقى ان سعاده المدير بقى له غرض تاني. بذمتك عمرك شفتي راجل مفيش غرض تاني؟ ولعلمك يا هانم انا مش زي اي راجل، ده انا اوسخ كمان. ايه رايك؟ لا ما تقوليش يا سعاده المدير. انت حقيقي حقيقي كده بتكسبني. وده اللي انا عايزه يا هانم، ده اللي انا عايزه. لازم تكسب الستات وظهر المساجين في رعبهم، لعلمك انا بحب اللحمه البيضاء والحمراء والنايه والمستويه كمان. لحمه ايه؟ وبستغل الظروف يا هانم. خد اللي ما يستغلش الظروف. طبعا بستغل الظروف. ارمله حلوه وجميله ومحتاجاني انا مدير السجن. بس العلاقه السليمه بين الراجل والست لازم تكون من غير شروط. تقصد ايه؟ يعني افرج عن حسن وسيبني اختارك، ساعتها بقى هيكون اختياري لشخصك مش لنفوذك. احمار. طبعا يبقى احمار. سمعتيها وقالها. ليه؟ ده انت حلو وامور ووشك بيبي فيس وشعرك اصفر وعينك خضرا. انا شبه العربيه الفولكس يا شيخ. وقلب ست تتمناه. اضحكي يا هبه في الليله المهببه. ايوه يا هانم اضحكي عليا. لا يا هانم انا راجل منظم، انا من غير نفوذ ما اسواش بصله. انا النظام، انا النظام، 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 انا 3 نظام. لعلمك الساق كانت من يوم الخميس، الزياره بعد المغرب، الافراج من الجمعه. اتكل على الله يا ست هانم. مستنياك يا 3 نظام. اضحكي يا بنت. يا سلام، حتة ست ما وردتش عليا قبل كده. صاعقة يا فندم. طبعا يا ابني دي صاعقة جامدة جدا. امتى يجي يوم الخميس؟ هيموت مات. هذا مات يلي كنت مال البيت شهر وبعريا حبيبي. بتوطي صوت التوليه بدون الست اسمعنا حط لو بتكفيش انا وانت. جودي يا اخويا. ماله؟ مات. بقى من الحمره اللي قالت ليه؟ انت قالت تشتي في لسانك. مش تستعيني اللي هو مات؟ مات يا ست انت. دلوقتي بقول لك. قلت ده مات يا مرة. انا على خد الشيدة. مرة مربوطك في الدنيا منيل. انت حبيبي على السكه لوحده؟ وتصحى كده وتفوق. تعمل ايه؟ الوحدة صعبة يا جميل. ليه؟ هي الوحدة الصحية؟ يا راجل يا محروم الطشة. ايه؟ ايه خدمة؟ جوزي. اشمعنى؟ هتخش لي ابي يا ابن الحافية؟ جوزي بقى عنده مال في السجن. من حيث الاسطول. ماشي. ايه ده؟ انت عامل ايه؟ مش انا يا اخويا ما عمل حاجة. حد في الكلام ده بيعمل حاجة في الزمن ده؟ الكناية. ظهير. جوزي. الكناية جنب زي الأخير. اصحى بقى فوق. هل اسكت يا هنادي؟ احمد شفت رؤيا دي معاك وقعد يقول لي كرام كرام كرام. ده خد الدم. بقول لك يا راجل قول لي دم ولا ايه؟ لازم يقول لك رؤيا دي للحكومه. طول عمري اقول له يا حسن لما الدم خبطني ظهرك ما فيش اسمع كلام ولا لازم يقول لك. هو الجسد ده اسمه حسن المراك ده؟ ايوه هو المطوح ابن معتوها. المعتوه ابن معتوها حسن عبد الله المراك. احمد ربنا لسه متحضر. ايه؟ متحضر؟ بس يا زول ما بلاش تحكي يا حسن. ده راجل عنده مقصود. ايه؟ يا زول لا جوزي صعب. هو اللي صعب. ايه؟ هو اللي بيساعدني. صعب. انت مساعد مدير السجن. صعب. هو اللي صعب. التضخم. ايوه التضخم. العيش يا مدام. يا هاشم ايوه. ايدك يا مدام. ايدك تقيلة قوي يا مدام، وانت عارفة الخضار واللحمة والعيال والمدارس والعيشة. إلك رشتك عايز رشوة. بقول لك ايه يا مولاي؟ تدفع 10 دينار واقول لك باخد الحقنة فين؟ فين؟ في الأرزخانة اللي على الناصر. يا حبيبي خد يا حبيبي.
خد جوزها دهب عيال 24 بنت. ايوه يا حبيبي دهب 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 اقعدت في التكفيسه قدام التجيده والنص يا عين ما اعرفش اكذب وانت وقطع حتى المركب يا عين ما اعرفش اكذب وانت وقطع حتى المركب واغني معلمي داير يخرب شلوكي وقلب ابن العواده
سأسجنه إن شاء الله. هل تعرفين؟ هل تعرفين أن أمه كانت عوادة؟ ترى لملم، ترى لملم. يا لهوي، عوادة؟ ابن المشخلاعة. ترى لملم 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 لملم. ما علينا، هنجيب في سيرة الناس. ولكن باختصار. لا 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 لا، ولماذا اختصار؟ لماذا؟ احكي وبالتفصيل. كان عاوزني. كان عاوزك؟ كيف؟ اشرحي لي بالتفصيل يا بنيتي. لا 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 يا مولانا، بكيتك، ما اقدرش ما اقدرش. لا حياء في الشكوى. انا هقول. قولي. من مده طويله وهو عمال يحاول. لابد ان المحاوله قد افادت. بالتاكيد. ماذا حدث؟ ما حصلش حاجه. وشرف كل مره اقول له لا 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 يا مدير. لا عيب يا مدير. ما يصحش يا مدير. انا لسه ارمله وحدانيه وشريفه يا مدير. وهو بارد ولحوح ونطع. بالقطع. وفي الاخر اشتكيته لاخويا حسن. الصراحه جد اخويا حسن وقفته زي الوحش. لكن مدير السجن يا مولانا، مدير السجن خبط وصلت والله. بس. المرأة تبكي. إنها تبكي. يا ابني نحن الاثنان نبكي. وأنا أيضا أريد أن أبكي. يا ابني ابكي برا وبعد. يقوم ابن الخايسه يقول لي ابن الخايسه. وجيت لك يا حبيبي. من اجلك. اقصد يعني من اجل العدل. ساذهب الليله بنفسي الى السجن واتودد لابن العواده. تخير. سابلع كرامتي من اجلك. خليك ليا. بقول لك ايه؟ نعم. مر علي الليله هنا لتفوت سقه الفراش. ادي والمغلق الليل. نسيت يا سيدي، نسيت. جل من لا يشكو. كنت أظنه في غرب المدينة. وما دخلك أنت؟ الحكومة لا تعطيك أجر قيم على ذلك. اذهب. تكلم معها بوضوح يا مولاي. الوضوح جميل يا مولاي. وضوح يا مولاي. هذا رأيك؟ نعم. هل أنت متزوجة أم عتباء؟ عتباء. بكر أم سيد؟ الثانية. مطلقة أم أرملة؟ أرملة. تكتبوني على راجل مجنون يطلع واحدة ست لوز زي دي؟ ده احنا متجوزين غفر. مطلقة أم أرملة؟ يو يا مولانا، أرملة بقى أرملة. مبروك، عقد قرنا مساء الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم. زواج على سنة الله ورسوله. مولانا شرعي. بس أنا مش عايزة أتجوز. جميل، نطلقك بعد غد إن شاء الله. جواز بالليل وطلاق بالنهار. حلال في حلال. حلال. خذ الامور ببساطه يا بنياتي ولا تتعبي نفسك. عندما كنت في مثل سنك كنت ارى الاشياء اما بيضاء او سوداء. الخير دائما ابيض والشر دائما اسود، لكن الزمن يدرك البصر، يمسك بين الابيض والاسود، الحق والباطل. كل شيء يساوي كل شيء. عندما تصبحين في مثل سني ستكتشفين ان زماننا هذا هو الزمن الرمادي. ولكن معلش بس عشان الوقت، ولكن حيث تكونين تكون جنة. الله يخرب بيتك. نعم.
الله يخرب بيتك يا حسن. الوزير انا اسمع الوزير العدل وزير التربيه يلي ما عندكش تربيه لما وزير الوزير الوزير عمري ما سمعت عنه وين هو فين ده مولانا الوزير مولع اللمبه الحمراء عنده اجتماع مهم جدا مع النخاس في عايز صفقه جوالي واو هو النخاس ولا شعبندر ما فيش شغلانه واحده الناس قاعده على نفسهم مش لاقيه شغله حرام عليك بوظ كل حاجه بوظ الثقافه بوظ التعليم الله يخرب بيتك هتودينا في ده حتى ده بوظ يا شغله زي ما اتفقنا هبيعك وبعدين هشتريك طيب وانت ارجوك تمثلي كويس بقى المره دي هحاول يعني. النبي مش خايفه ايه بس انا خايفه خالص خايفه من ايه اكتر من كده وبيزيح ربنا ربنا هيستر ان شاء الله مولانا وزير الدوله واول قسط بعد 7 سنين يا مين يا واضح انك بتحبها رومي بس انا عجباني الرومي انا هاخد الرومي وبجني لانسون وزغط قول يا وزغط اقول لك يا مولاي احنا نقدر نختصر من بند الادوات الكتابيه 5000 دينار بس نسرع يا مولاي الاخبار يا مولاي الشرف يا مولاي احنا ممكن ندبر يا مولاي ايوه كده ارجع لاصلك وممكن كمان نستغل ازمه المساكن ونأجر المدخل الخلفي بتاع مين يا مولاي بتاع الوزاره مش بتاعك انت مالك نعمله محلات نعمله مركز اتصالات اتكلم براحتك وبخمسين جنيه بس يا سلام ونعمله كمان صاله بلياردو ونعمله نيل كافيه ونعمله ما تنساش عربيه الكبده يا مولاي عيل حلمك من زمان ونعمله محلات كبده ومحلات بومب والفرقه بالفرقه ونعمله صاله جيم ويبقى كده تدليب كده تدليب كده تدليب وكده تدليب ايه ده ايه ده بقى ايه ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى
الله. قول يا نختك، لا انت نختك، انت
انا احمد. امر مولاي. قول لي يا لاتنا. امر مولاي. هو ده وقت شكاوي؟ ده وقت غدا يا مولاي، عايزين ناكل. ولما هو وقت غدا ايه اللي معادك عندنا؟ اخد العباره وحق الجواري، ولا هتنصب انتك منك الوزير؟ احلف على الوزير. انت جديد؟ عايزني ادفع ثمن الجواري من جيب الخاص لمخصصات دوله يا ابني. قالي على الدولة وأدب الدولة. ايه ده؟ دولة على البحر عدل. يلا يلا خد انت البلد دي وروح الإدارة المالية، هيدوك شيك وخليك راجل شيك. انت ما تروح، انت انا مكسر شيك. انت تاخد عليا ولا ايه؟ امشي. خلاص رايح ماشي اهو. يلا يلا يا بنتي، أمرنا لله لما نبيعك في سوق الجمعة. جمعة؟ نخاس. نخاس ده ولا بتاع جاز؟ مش ممكن. ها احكي لي احكي. كنت ماشية في حالي وبعدين. لا 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 يا ستي لا، اختصي بس يا ست، تخطط ليه؟ ما تسيبها يا اخي، انت مالك؟ ده انت غاوي فقر على اقل من نتري. واحده واحده اشكيني اضربيني، ومن حنانك اديني، وبالشبشب اديله على اقل من نتري. واحده واحده. كنت ماشي يا حالي. بعد انتباهك هيسب في المهم، انا مش فاهم حاجه. احكي كده واحدة واحدة من بتاعتك. كنت ماشية في حالي. ايوه. شافني مدير السجن. السجن. ابن الهرة نظره ستة على ستة. شر. من يومها وهو بيلاحقني ويغادرني. مولاي شايف، شايف الظلم يا وزوز مولاي. عدلك عم الدولة كلها يا مولاي. بس الشاذ الوحيد يا مولاي هو مدير السجن. والمحتاج شاذ هو الاخر. حلاوتك يا رومي. الله الله، ماله يا رومي؟ تصور يا مولاي، راودني عن نفسي فجيت لك على طول. يا كلام، جيتي للمكان المناسب يا بنتي. جرى ايه؟ الناس جرالهم ايه؟ اتقلبوا؟ بقوا وحوش؟ اعمل ايه؟ بختار افضل رجالي بعناية طائفة، وما تعديش شهور الا واشم ريحتهم النتنة. اعمل ايه يا رومي؟ اعمل ايه يا روحي؟ مطلوب مني اعمل كل حاجة بنفسي، مفيش مواطن صالح في البلد دي غيري. مفيش يا مولاي. حلاوتك يا مضحكة، حلاوتك. معلش يا بنتي، الظالم هياخد جزاءه، والعدل هياخد مجراه، والحارس هيخرج من مرماه. ايه؟ مش عارف ايه علاقة الجملة دي باللي فاتت. وزوز مولاي، حطني على المكتب. ما عندناش مكتب يا مولاي. اللي لازق في رومي. رومي؟ يعني تقلي على قريضك. شوف لنا وقت فاضي الاسبوع ده. جدول مولاي مشغول لمدة سنتين قدام. يا غبي يا غبي، دبر لنا ساعتين. عايزين نقعد مع المرأة. فالمرأة مثل الفلوطة. ايه؟ الكنانوني. هو ازاي؟ الكوتشيني. هو ايه؟ الكسكسي. عارفه؟ ايوه محبه. هو بقى الكسكسي. هجيبه هايو. يلا هايو الكسكسي وقولي. يوم الخميس بعد صلاة المغرب اجتماع لجنة التنمية. شيء الغي الغي. احنا يهمنا اننا ننمي علاقتنا بالمواطنين. ما تخافيش يا بنتي، هكون عندك يوم الخميس بعد صلاة المغرب مباشرة، ومعايا الطبق الاسرائيلي. مولاي لا، الله يخرب بيتك يا حسن. مالي امال الشغلانه المهدده دي؟ الولاد اسمها ايه؟ انت يا وليه، انت يا وليه لازم هنادي. في ايه يا في ايه؟ عامل هوس ليه؟ انت مين انت؟ بس انا افتكرتك. انت اللي ابوك بعتك عشان تعمل دور النجار. لا انا اللي ابويا بعتني عشان اعمل دور النجار. ما انا قلت كده يا حمار. انت صحيح فرصه تعرف تمثل؟ طبعا عم تتشعر يا ابويا. ايه 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 ما انا بتدرعك. ايه يا صبايح الستة البايظة. حلو مش مقصد. يلا امك عملت النهارده يا طويلة الرفيع. راحة راحة يا اخويا، وانت ما بتحضرش وانت ما بتعرفش.
يا ده انت المرتين الكبار قصدك يعني زي الباشا يوسف بيه وهبي؟ ايوه ابدا يوسف بيه وهبي قيمك العقد ويروح بلد مفيش احل من لبن الام مزعج. خلاص انت ايه اللي خرجت من السجن؟ انت كنت في السجن حتى لو كنت في السجن ما دام فيه روايه وفيه مصلحيه لازم تعملوا اللي اتفقنا عليه. ما احنا بنعمل اللي اتفقنا عليه وانا ما كنت لسه هركب الشخصيه. تركب الشخصيه ايه؟ انتوا كده بتدخلوا على المشهد. لا المشهد مش هتقفل على حاجه. قوم يا روح قوم يا حبيبي ان شاء الله مستوره في مصر ريبك ان شاء الله. بقول لك ايه انا المره الجايه مش هاخد دور مره تعرفش ايه اللي بيحصل له دلوقتي بره. خلاص يا سيدي الروايه الجايه انت تاخد دليله شمشون وانا اخد دليله. وانا ناخد ايه؟ العموم. يلا يا جماعه بنزلوا بره. يلا يا حبيبي يلا كل ده احنا احي يا صبايا حزين طبايبة تاني وحياة امك. ها بقول لك ايه مش لازم يا ولد تبدا تستعد للراجل. ها تعتبر ساعة يعني قدام الساعة كده مثلا يا دوب اكون كحت ال وشلت الريش ده انا اسد يا ذكر. اتجننتي؟ انا وزير الدولة حبيت كل الاوضة ما يبقى جوه صندوق. كرامتي يا هانم. خلاص يا تعيش بكرامة يا تموت بندالة. فلتحي يا الندالة. فين الصندوق؟ هو ده الصندوق؟ ماشي